الشرك ينقسم إلى قسمين. يمكن كيتا من يقعد كحتا أصلا. شرك أكبر وشرك أصغر. إيسا كيتا من بيان كيتا من. الشرك الأكبر مثل يصلي لغير الله. إيسا استا أن إسمركي أتا بالله يتا موتا كوني والله. يذبح للجن لأصحاب القبور للأموات. تورستا esimerkiksi vuohen tai lehmän jollekin muulle kuin Jumalalle. الشرك الأصغر pieni kieltäytyminen. يحلف بغير الله يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. Vannoa jonkun mun nimellä kuin Jumalalle. نعم.